أنا كنت سعيد اليوم أنني تحت لي الفرصة باش نتحدث ونتحاور مع واحد العديد من الكفاءات المغربية اللي كانت في ألمانيا، درست في ألمانيا، خدت في ألمانيا خبرة واسعة وولت البلادة، ولات القنيطرة والنواحي ديال القنيطرة، وكيديروا مجهود جبار يعني ومجهود مرموق باش ينهضوا بالمدينة وباش يساهموا في التنمية البشرية اللي كيعيشها المغرب. فكانت فرصة جيدة لي وفرصة جد شيقة أنه نتحاور مع الإخوان في كثير من المواضيع، فيما يخص الهجرة، فيما يخص التنمية البشرية، فيما يخص يعني الأنظمة الاجتماعية، في عديد من المحاور. هو فعلا انه تاريخيا الصوره ديال المغاربه في المانيا جد ايجابيه، يعني اذا شفنا من اول الهجره المغربيه في المانيا في اواخر الخمسينات اوائل الستينات الى 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 نقولوا بالاخص الى سنه 2015، هي صورة جد إيجابية. يعني الجالية المغربية في ألمانيا مندمجة جدا، يعني معدلات التجنس بين الجالية المغربية في ألمانيا جد مرتفعة، 75 حتى 76%، يعني معدلات التعليم جد جيدة، يعني هناك كثير من المؤشرات يعني جد إيجابية. لكن فعلا 2015 لاحظنا كان واحد اضطراب اجتماعي مهم، بحيث أنه كان واحد العدد من اللاجئين السوريين اللي اتفقوا على ألمانيا، وفي هذا السياق واحد العدد من الشباب المغاربة اللي فعلا هم في حالات جد حرجة من إدمان ومن إجرام إلى آخره، دفقوا كذلك مع هذا اللاجئين إلى ألمانيا وقاموا بأعمال يعني غير مشرفة، أعمال يعني حتى نقولوا إجرامية، وآدوا يعني بعض المواطنين والمواطنات، وخلق هذا ضجة إعلامية نوعا ما اللي أثرت سلبيا على صورة المغاربة في ألمانيا. ولكن الحمد لله هذه دابا من 2017 وحنا خدامين على الجالية المغربية وواحد العدد ديال الجمعيات والكفاءات في ألمانيا كتشتغل على أنه تعيد السمعة إلى ما كانت عليه، ويعني يعني ترد العلاقات كيف ما كانت هذا وكيف ما كانت قبل، ونحاولوا يعني نضادوا هذه النظرة السلبية اللي كانت. إلا بغينا نقولوا أنه المغاربة ولكن حتى الجزائريين والتونسيين مشوا ضحية في واحد الخطاب اجتماعي معين. ملي وقعوا ديك الأحداث ديال 2015 في مدينة كولونيا، كان هناك يعني حزب الحاكم، الحزب المسيحي وحليفه في الحكومة، كان كيدير مجهود كبير باش يغض النظر على اللاجئين، او باش المواطن الالماني العادي ما ياخذش انطباع على انه هذيك حالات الاجرام اللي كانت انه جايه من اوساط اللاجئين السوريين، بحكم انه هو اللي سمح لهم باش يدخلوا لالمانيا وباش فتكون هما المسؤولين على هذه العواقب. في نفس الوقت كانت واحد الحزب عنصري الماني موجود اسمه حزب البديل، اللي كان عنده غرض كبير جدا انه يركز على هذه القضية، على أنه هذا الإجرام جاي من اللاجئين السوريين اللي كانوا. فكانوا المغاربة في هذا الوسط، أنه كان واحد نوع من يعني محاولة يعني إقحام المغاربة بصفة يعني كثيفة، أنهم هم اللي مسؤولين بالدرجة الأولى على هذا الإجرام. فإذا بغينا نقولوا هناك واحد الخطاب سياسي كان في تلك الحالة اللي المغاربة مشوا فيه شوية ضحية. في آخر المطاف اتضح بعد ذلك أنه المغاربة اللي كانوا مشاركين في هذا العمل الإجرامي يعدون بستة أشخاص، وواحد فقط منهم يعني شخص واحد منهم هو اللي حكم بستة أشهر في المحكمة، ولكن على تهمة أخرى وهي تهمة السرقة. يعني ولكن هذا ما كيغيرش من الواقع أنه الجالية المغربية فعلا خدت واحد النظرة سلبية حانذاك في المجتمع الألماني، اللي كنحاولوا دابا نصلحوها بكثافة وبمجهود. يعني نقدروا نقولوا انه يعني ولا خصنا نقولوا اولا انه كاين واحد الفئه من الشباب المغربي اللي عايش لسنوات طويله في بلدان اوروبيه، بالاخص في ايطاليا وفي اسبانيا، اللي يعني لسنوات متعدده 7 سنين 8 سنين 10 سنين، وما قدوش يقنوا الحاله ديالهم في هذاك المجتمع. يعني عايشين بلا اوراق، عايشين في الستار في الستار، عايشين ما عندهمش فرصه يشاركوا لا في سوق العمل ولا في سوق السكن ولا في أي حاجة. فملي كان اللاجئين اتفقوا على ألمانيا، كان واحد العدد من هذوك الشباب اللي كان كيأمل أنه إلى مشى دابا ألمانيا يمكن
يكون عنده فرصة باش يقنن الوضع ديالو وباش يتواجد بعد ذلك بصفة قانونية في ديك في ديك في ديك البلاد. لكن فعلا أنه كثير من الشباب من هذا الصنف ما عندوش فعلا قانونيا ما عندوش أي فرصة أنه باش أنه يكون يعني بصفة قانونية موجود في ديك المجتمع، لأن كل الشروط القانونية اللي مطلوبة ما كيتوفرش هو عليها. فهذا الإنسان بحال هذا ما كيبقى عنده أي خيار آخر غير يا إما يعيش في يعني في الخفاء في المجتمع الأوروبي في الخفاء، أو يولي بحالو البلاد ديالو، والقرار كيكون دائما شخصي لكل شاب حسب التفكير ديالو. والله يعني الإحصائيات صعيب جدا أن نعطيك رقم معين، لأنه أصلا هذوك الناس غير موثقين، يعني أصلا ما إلا بغينا نقولوا غير موجودين في المجتمع الألماني، فهي صعب حصدهم لأن أصلا ما كاينينش. ولكن أنا كنت متوقع شخصيا أنه غادي يكون على الأقل واحد 3000 حتى 4000 شاب مغربي يعني مقيم بصفة سرية في أوروبا كيتنقل بين دول أوروبية مثل فرنسا، بلجيكا، إيطاليا وإسبانيا. أكيد ألمانيا فيها كذلك نوع من العنصرية كيف ما كان في جميع البلدان الأوروبية نوع من العنصرية. ونقدر نقول أنه نسبة العنصرية احنا عندنا في ألمانيا تتزايد في السنوات الماضية كثيرا، لأن هناك على الأقل حزب يعني حزب ممثل في البرلمان الأوروبي يعني يزكي هذه العنصرية. وهناك كثير من الجماعات يعني مثل البيغيدا او يعني كثير من الجماعات ليس حزبية ولكن جماعات يعني مدنية يعني تحارب اللاجئين وتحارب المهاجرين وبالاخص المسلمين. هناك بالاخص في ألمانيا الشرقية هناك تخوف كبير من المسلمين أن المجتمع الألماني الشرقي سيؤسلم من طرف أقلية لا تجوز 1% من السكان. يعني حتى التخوفات تكون يعني غير منطقية، ولكن هي موجودة وتتصاعد شيئا ما. ولكن هذه من سلبيات يعني المجتمعات الأوروبية كما هي موجودة في مجتمعات أخرى. لابد أن نقول بكل صراحة أنه المجتمع المغربي في ألمانيا قدراته في مساعدة أو تأطير اللاجئين الجدد من المغرب اللي كيجوا مش اللاجئين يعني المهاجرين الجدد اللي كيجوا ألمانيا باش يساعدهم باش يتغلبوا في الأخص في السنوات الأولى باش يتغلبوا على واحد العدد ديال المصاعب فيما يخص العمل أو فيما يخص السكن إلى آخر ذلك. هذه مسألة يعني سلبية أن المجتمع المغربي في ألمانيا باقي ما قدرش يطور المؤهلات ديالو باش يكون فعلا سند لهاد المهاجرين الجدد في المغاربه. وهذا نداء في نفس الوقت يعني الى لا للمجتمع المغربي في ألمانيا ولا للسلطات المغربيه اللي كتهم يعني بالمهاجرين المغاربه في الخارج، انه تحاول تلقى حل الى هذا في هذا الميدان، انه يكون هناك نوعا ما من التأطير نوعا ما من المساعده بالاخص للمهاجرين المغاربه اللي كيمشيو لألمانيا باش يكون الانسجام ديالهم يعني الاندماج ديالهم في المجتمع الألماني أسرع ويكون المردودية على المغرب يعني كبلد أم يكون يعني أحسن وفي أسرع وقت ممكن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.